أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيبال. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. الحياة صعبة علينا قوي، وبنفضل نمشي فيها لغاية ما بنحس بالتعب والمجهود، وطول ما احنا ماشيين بنقابل أزمات وبنقابل مشاكل وبنقابل فقد الناس بنحبهم، والقلب بيتملي هموم والأكتاف تقلت من كتر الصدمات اللي بنشوفها في الحياة، وبرضو مكملين. حتى رجلينا خلاص ما بتبقاش قادرة تشيلنا. يعني من الآخر، خلال الفترة دي كلها بيحصل لنا حالة من هبوط حاد في الطاقة، وبعدين فجأة يظهر نور، يجيلك منحة من ربنا، من رب العالمين، عشان يعمل إعادة تأهيل رباني من أول وجديد، طاقة تتجدد جواك من أول وجديد، تقدر تقف على رجليك وتقدر تكمل الحياة بكل صعوباتها. لكن يا ترى كلنا بنقدر نخرج من شهر رمضان بالشكل ده؟ قادرين ان احنا نشحن تاني روحنا ونفسنا وجسدنا؟ ولا بيعدي علينا كده وما ناخدش بالنا من الهدية اللي ربنا بعتها لنا عشان ينقذنا؟ ما احنا تعبنا. إعادة تأهيل في شهر رمضان بتحصل للعبد، بيحصل عنده تغيير في كل حاجة لو قدر يستغلها بشكل صح، بروحانيات صح. هو ده اللي بيعمله فينا رمضان، إعادة تأهيل ربانية. النهاردة هيكون معايا ضيفتي الدكتورة سهام نصر، إرشاد تربوي ونائب رئيس المجلس الدولي للعلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة والقائمين على البرنامج والقناة كلها وهم طيبين وبخير يا رب. وحضرتك بألف خير وسعيدة علينا جميعا. رمضان يعتبر إعادة تأهيل رباني للإنسان مرة تانية؟ أكيد طبعا، لأن رمضان طبعا ده شهر مبارك ويبقى شهر عزيز على الناس كلها، وكله بيستناه طبعا من السنة للسنة. والروحانيات اللي بتبقى موجودة في شهر رمضان دي بتبقى بتعزز الصحة النفسية، العزومات والصلاة والصيام والتجمع الأسري ده بيعزز الصحة النفسية للإنسان. فلازم كل بني آدم يستغل شهر رمضان في كل حاجة هو بيحبها، في كل إزاي؟ حاجة هو عايزها. يعني دلوقتي بنسمع كلمة منتشرة جدا وبنقولها تقريبا معظم الناس، يعني إن رمضان دلوقتي غير زمان. أكيد. إيه السبب؟ أكيد، أولا يعني الاختلاف الأجيال دي أول حاجة. ثانيا دلوقتي بقى رمضان، كان زمان كنت تحس إن أنت من قبليها بشهر كانوا الكل بيبقى مستعد لرمضان، مستعد له نفسيا، مستعد له ماديا، مستعد له في كل حاجه. كانوا الاطفال في الشوارع يلموا من بعض عشان يجمعوا ويعملوا الزينه، والامهات في البيوت بتجمع عشان توضب البيت وتوضب الاكل وتشوف هتعمل ايه في رمضان، والطقوس بقى اللي موجوده، نحضر المصليه، نحضر اسدال الصلاه، التجمع هنشوف هنعزم مين اول يوم، تاني يوم هنروح لمين. فكان بيبقى في طقوس كده بتتعمل، وكانت الاسره كلها كانت بتشارك فيها. بس تفتكري حضرتك ان الشخص هو اللي اختلف؟ أكيد مش طبعا. رمضان لا لا، بصي هي يعني رمضان، يعني احنا اللي بنقدر ندخل البهجه على نفسنا وعلى بيوتنا. ويعني انا اعرف مثلا ليا اصدقاء لغايه بتجيب مصليه جديده وسبحه جديده واسدال جديد عشان تشعر ببهجه رمضان. يعني اذا الناس اللي بيقولوا كده، انا بتكلم من الناحيه النفسيه، ان الناس اللي بيقولوا ان رمضان اختلف، ان انت اللي اختلفت. لا، هم بيبصوا لها المنظور تاني.
هو احنا اختلف طبعا، الاجيال اختلفت عن زمان. زمان كانوا الاولاد من قبليها بيتجمعوا ويلموا، دلوقتي بالتالي مش شايفه. بس المناطق الشعبيه لسه لغايه كده دلوقتي، مش كلها دلوقتي. لا مش كلها، كنت زمان تمشي في الشوارع كلها شعبيه وغير شعبيه، كنت تحس ان المحلات نفسها كانت بتبقى مستعديه، تبص تلاقي المحلات كلها متزينه، فوانيس مرسوم عليها رسومات لرمضان، كنت بتحس بالبهجه في الشوارع. اختلف طبعا دلوقتي، ما بقاش الصوره اللي كنا بنشوفها زمان، وكنا بتحس ان انت مبسوطه ان انت ماشيه فيها، بتبقي حاسه بان انت يعني شهر رمضان، دي الاجواء بتاعت شهر رمضان. دلوقتي يعني ما بتمشي في الشوارع، نادرا نادرا ما تلاقي الاجواء بتاعت رمضان موجوده زي زمان، ما بتبقاش هي هي. بنقول ان احنا بيكون عندنا هبوط حاد في الطاقه، في كل حاجة مش في الطاقة بس، وبيجينا المنحة من ربنا. أكيد طبعا. إزاي نعيد التأهيل النفسي والروحي والجسدي عشان نقدر نخرج بطاقة قوية نعرف نكمل الحياة؟ ما هي عشان نخرج بطاقة إيجابية المفروض إن أنا بهيئ نفسي للشهر الكريم. تمام. تهيئة النفس دي في كل حاجة، في إن أنا في الصلاة، في الصوم، في التعامل، في الاكل نفسه، لان الناس دلوقتي بقت مفكره يعني معلش انا اسفه، بتخش السوبر ماركت او تخش في اي مكان الرفوف فاضيه، تلاقي شهر رمضان يعني ما بقاش طقوس دينيه ومسلسلات دينيه وحتى برامج دينيه بتفيد الطفل وتفيدنا احنا كبار. كان زمان كده، دلوقتي الناس كلها رمضان يميش واكل وشرب وسهر، وهنسهر فين وهناكل فين، والمسلسل ده المسلسلات ما بقتش مسلسلات هادفه، ما بقتش مسلسلات بتفيدني انا شخصيا لما بتفرج على مسلسل، بالعكس انا بلاقيه بيسيء، مش بي ما فيهوش حاجه هادفه. رمضان ما دكتوره سهام، هو ده اللي احنا بنقوله، ازاي احنا في شهر رمضان الهديه اللي جايه لنا من عند رب العالمين ان احنا نستغلها بشكل سليم، لان الحياه بقت صعبه. أكيد. واحنا فعلا كتير مننا، ده لو ما كانش كلنا، حاسس بان طاقته قلت، نزلت، اكيد وقعت، عايز يعمل ابديت من اول وجديد. فانا بعتبر ان شهر رمضان فرصه، يعني احنا نقدر، انا بقول دايما ان الوعي بتاع الانسان هو اللي بيحدد هو يعمل ايه. اكيد. الفرحه اللي احنا افتقدناها في شهر رمضان احنا السبب وراء ان راحت مننا الفرحه دي. يعني لو بقول بحاجات بسيطه جوه البيت، لو جبنا مفرش بيوحي ل طقوس ايام رمضان، وجبنا الفانوس وعملنا زينه بسيطه في البيت، وزي ما قلت لحضرتك الاسدال، السبحه، غيره وغيره، هنقدر ندخل البهجه في بيوتنا. اكيد. لا هي بص اقول لحضرتك حاجه، هي البهجه مش هي في كده اكيد، بس هو في التجمع، يعني الاسره نفسها لما تكون متجمعه وبيكون في ارشاد لشهر رمضان، وان شهر رمضان دوت بنعرف فيه اولادنا الصغيرين، يرجعوا بقى نرجعهم لزمان، ان شهر رمضان ده للصلاه وللعباده، وان احنا بنتوب لربنا من ذنوب كتيره جدا بنعملها طول السنه، بنهيئهم ان هم ناخدهم معانا ينزلوا المسجد يصلوا. منحة دي منحة. انما في بعض الاسر بيبقوا شهر رمضان بالنسبه لهم ان هو الاكل والشرب والمسلسلات والخروج والفسح، وما بننبهش اولادنا. يمكن الاجيال اختلفت بسبب كده. هو دكتوره سهام، احنا بنقول كده بقى النهارده، اعاده التاهيل الرباني. أكيد. ازاي احنا نعيد تاهيل ارواحنا واجسادنا ونفسنا تاني من اول وجديد، ان احنا نقدر نطلع بطاقه نعرف نتعامل في الحياه. بنسمع دايما عن موضوع تغذيه الروح، لكن ايه هي تغذيه الروح؟ أغذي روحي بالقرآن، أغذي روحي بإن أنا أشوف إيه الحاجة الكويسة اللي أنا أعلمها لأولادي وكلنا نتجمع عليها، أخدهم ونروح المسجد، أعرفهم يعني إيه رمضان، أعرفهم يعني رمضان ده استعداداته إيه، لأن أنا دلوقتي لما باجي أقول رمضان تبص تلاقي مسلسلات كذا، الأطفال نفسهم ده مسلسلات إيه اللي هتيجي، كان زمان ما كانش فيه التكنولوجيا وما كانش فيه النت وما كانش فيه التقدم اللي إحنا فيه دلوقتي، فكان فيه تجمع للأسرة،
وكان في روابط بتربط الاسره، والاطفال نفسهم بيبقوا عارفين يعني ايه شهر رمضان لانهم شايفين الاب وشايفين الام وشايفين الاسره كلها بتتجمع او بتتحضر لشهر رمضان بصوره معينه. فالصوره دي يعني يكاد انها اختفت شويه من بعض البيوت في الاسر. فعشان كده بتبص تلاقي الاجيال اختلفت مفهومها ومنظورها لشهر رمضان. يعني الاب والام برضو هم اكيد الأساس. طبعا اكيد اكيد هم الاساس ان هم ما هو انا اتعلمت شهر رمضان من ايه؟ من البيت. صح. لما بلاقي والدي او والدتي نازلين السوق بيلموا بقى الاكل والشرب والخضار ومش عارفه ايه عشان شهر رمضان، فهو ده هيطلع مفهومي ان انا هكبر على ان شهر رمضان هروح عشان اجيب اكل واحوش اكل وشرب وسهر وهنعمل ايه النهارده وهنعمل ايه بكره. لا، ما شافوش بقى ان شهر رمضان دوت لا لازم في تكتر في العبادات، لازم ان احنا نتقرب لربنا حتى لو بعدنا او في مشغوليات الدنيا او الحياه. اكيد كلنا اللي ورانا مشغوليات يعني في بيبقى في تلاهي شويه. لا، في الشهر ده بالذات احنا بنقرب لربنا وبنتضرع بالقران وبنتضرع بان احنا ندعي ربنا. فلو الاطفال نفسهم او اللي موجودين في البيت شافوا ان الاسره بتتعامل بنفس المعامله دي، فهيطلعوا هم كمان هيعاملوا اولادهم ويتعاملوا في بيوتهم بنفس المعامله. وان ازاي يفهموا ان الصيام ده شيء صحي وانه رياضه وان مش الحياه هتتلغي لو زي ما بيحصل في بيوت كتير ان شبه الحياه بتكون ملغيه تماما، سهر طول الليل ونوم طول النهار أو ناس واخدين الاتجاه تاني خالص إن هي عبادات فوقف مصالح الناس وما اتكلمش مع حد وأفضل أتعبد ليل ونهار. الفكرة كلها إزاي من وجهة نظري يعني استحضار القلب، يعني إزاي إن الفترة اللي هقعد فيها في الخلوة مع رب العالمين يحصل استحضار للقلب وللروح فأقدر أخرج منها بشكل مختلف وقادرة أني أتخلص من حاجات كتير تعبتني وأجهدتني وخلتني مش قادرة أعيش في الحياة دي. برضو دكتور عايزين نركز عليها مع الأسر أن إزاي العبادة، يعني نعمل إيه عشان نوصل لاستحضار القلب ونقدر نعمل شحن يعني قوي للروح. هو باستحضار قلب وعقل في نفس الوقت. ان انا ببقى حاسه ان هو الشهر الكريم دوت ان احنا بنبقى طول السنه او طول الوقت اللي عدى بنبقى في ضغوط ومشاكل، سواء في الاسره سواء في العمل سواء مع الاولاد في البيت. فاحنا بنيجي في الشهر الكريم دوت وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نهدى شويه، يبقى في البيت هدوء نفسي وهدوء عقلي، وان احنا نشوف البيت كله، لان لو في البيت طاقه سلبيه من فرد واحد في البيت فده هيعم على البيت كله. على البيت كله. على البيت كله. كله. فهتبص تلاقي البيت كله خلاص يعني شبه زي ما حضرتك بتقولي شبه ميت، ما بيبقاش فيه روح. فلازم يبقى فيه نقاء في المعامله، نقاء في التعامل المتبادل بين الاسره والافراد اللي موجوده فيها. فلازم يبقى في حب وعرفهم يعني ايه شهر رمضان حتى لو احنا زعلانين من بعض او في مشاكل بيننا وبين بعض. المفروض في الشهر الكريم ده بنصفي روحنا وبنصفي عقلنا حتى لو مع الناس بره. صح. لو في زعل مع اخويا، في زعل مع صديق، لو في زعل في العمل، المفروض ان الشهر الكريم ده بيقربنا من بعض وبيعمل روابط اسريه مع بعض. فالمفروض ان احنا بنعلم ولادنا واحنا نفسنا بنتعلم من الشهر الكريم ده الحب والتسامح والوفاء بيننا وبين بعض. فلازم يبقى في ما بيننا في البيت في الاسره نفسها لازم يبقى في نقاء وفي صفاء في المعامله، وان احنا نبقى عارفين ان الشهر الكريم دوت شهر الخير. فده الخير يعني المفروض ان احنا بنعرفه لاولادنا عشان احنا كمان نتعامل بيه. وان ازاي كمان ان احنا نقدر نعمل توازن بين اشغالنا واعمالنا وبين العباده. ما هو برضو مش مطلوب مننا ان احنا نسيب شغلنا، لان في يا دكتوره برضو دكتوره سهام في مفاهيم انا شايفه انها عدم وعي، يعني هي عدم وعي عند الانسان انه معتقد ان هو لما يسيب شغله او ما يروحش في رمضان في رمضان لاني بتعبد وده شهر مش هيتكرر. لا طبعا، العمل عباده. هل ده توازن؟ لا لا طبعا مستوى ده، بالعكس
ده العمل ده بيدي نشاط وبيدي طاقة، ان انت في رمضان بتنزل وبتقضي وقتك في العمل وفي الصلاة برضو في نفس الوقت، وبيديك طاقة إيجابية ان انت بتروح البيت بتبقى مستني بقى تجمع الأسرة والولاد على الفطار. لا طبعا انت وإن لو قضاء الحوائج الناس أكيد طبعا دي أهم حاجة. أضعاف أضعاف كمان لا ده جزء يعني. بقى ده جزء تاني يعني، المفروض ان احنا بيبقى عندنا حس بالناس اللي هي ما مش هقول محتاجة، الناس اللي هي رزقها قليل، فالمفروض ان احنا نبقى حاسين بيهم وبندور عليهم، لان في الشهر الكريم طبعا انت عارفة حضرتك الحسنات بتتضاعف، فلازم ان احنا ندور على الناس دي ونعلم ولادنا ان الشهر ده فيه كده برضو فيه خير، فعشان يطلعوا هم برضو متعلمين مننا حكاية حتة ان هم يدوروا على الخير ويروحوا له. وده بيتزرع برضو طبعاً من الصغر. طبعا أكيد. حضرتك بتشوفي ازاي فكرة، يعني سمعت او قريت مقالة مؤخرا ان الزكاة ده زكاة رب العالمين أكيد. وان احنا لما بنقوم بتوزيع الشنط او كده احنا بنرغم او بنساعد باللي احنا شايفينه، فإحنا المفروض ندي براح أو فرصة للإنسان المحتاج، يعني أنه ينزل بنفسه ويشتري الحاجة دي، فالمفروض أن إحنا ندي القيمة دي فلوس وما نفرضش عليه الحاجات اللي بتبقى موجودة جوه الصندوق. طبعا إحنا مش بنتكلم من ناحية دينية بس إحنا بنتناقش، يعني حضرتك بتشوفي إن 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 الفكرة دي مظبوطة فعلا؟ هي بصي هقول لحضرتك حاجة، لأن هي التكاد في بعض الأسر مش مظبوطة، لأن ما بتفرق بين الأسرة والتانية. إزاي؟ هقول لحضرتك، لأن أنا لو هدي فلوس يعني أنا بيجيني أسر كتيرة جدا، عندي حالات كتيرة جدا لما بيطلبوا فلوس وبنديهم فلوس فما بيقضوش احتياجات بيتهم، لأنه بيبقى عندهم أولاد، أولاد عايزين يلبسوا، عايزين ياكلوا، عايزين برضو يتفسحوا، عايزين يبقى ليهم عيشة زي الباقيين، يحس ان هم عايشين بالزبط. فانا لما هدي فلوس هو بيقضي غرض معين هو شايفه من وجهة نظره ان هو ده الصح. واخده بال حضرتك ان انا لما اشوف الاسرة دي احتياجاتها ايه، لما اكفيها لبس واكفيها اكل واكفيها برضو لو في عندي امكانية ان انا اديهم فلوس اديهم، بس معلش انا لما هدي احتياجاتهم في البيت يبقى انا كده بكفيهم يعتبر يعني 80%، لان احتياجاتهم في البيت هي تبقى اكتر. وجهة النظر ان الشخص من حقه انه يفرح، من حقه يعني في فرحه خاصه لما بتشتري الحاجه بايدك. اكيد. لسه كنا من شويه بنتكلم مع حضرتك في ان ازاي البهجه ان احنا بننزل نجيب حاجات رمضان ونجيب الفانوس فهي وجهه النظر ان هم كمان ما يتحرموش من ان هم ينزلوا يشتروا بنفسهم، ان هم يفرحوا، يحسوا برمضان، يحسوا بدخله رمضان، هم ادرى باحتياجاتهم بتكون ازاي. فدي برضو وجهة نظر وقفت عندها شوية، يعني انها فيها شيء كتير من الصح، معرفش يعني شرعا هي كويسة يعني هي كده او كده شرعا ربنا محلله، لو هتدي مال او هتدي مواد غذائية او هتدي لبسة، دي في كلتا الاحوال هي واحدة. واخدة بال حضرتك؟ بس انا بشوف ان انا لما اكفيهم في احتياجاتهم المنزلية ده متهيألي افضل ان انا اديهم فلوس، لان انا زي ما بقول لحضرتك انا لما هدي مبلغ معين من المال هديهوله او اي حد هيديهم مبلغ، هم شايفين من وجهه نظرهم حاجه معينه هي دي اللي مثلا لبس الاولاد. طب فين احتياجات البيت؟ لان هم شهر رمضان المفروض ما يبقاش الخير ما يبقاش في شهر رمضان بس، المفروض ان انا بكفي الاسر دي على طول في طول السنه. على طول. يعني مفهوم الناس ما ينقولش شهر رمضان يبقى انا هدي للفقير، يبقى انا هدي لليتيم، يبقى انا هدي، لا المفروض شهر رمضان ده موجود طول السنه، احنا بنزود في شهر رمضان. صح. بنزود، لو بندي 10 لا هندي 20 هندي 30 حسب احتياج الاسره اللي انا شايفاها، فمش يعني لو هدي فلوس اوكي، لو هدي مواد غذائيه وكفيهم في بيتهم مفيش مشكله، بس انا ببص للي انا اكفيهم في البيت كلبس وكمواد غذائيه ان هم تبقى مخزون عندهم في البيت مثالي افضل من ان انا اديهم فلوس. انا من وجهه نظري انا بتكلم على البهجه والفرحه، الروحانيات نفسها ان هم ما يتحرموش ان هم يحسوا بيها ويحسوا ان هم عندهم الاختيار هم يشتروا ايه ويجيبوا ايه ويعملوا ايه.
في حاجات غريبة بتظهر في شهر رمضان وعايزين ننبه الناس ليها، موضوع التسول. والناس طبعا بتدي وبتدي طبعا الشهر الخير كله بقى يعني، وفي نفس الوقت في ناس عائلات محترمة متعففين نقول لهم ايه؟ يمكن انا اتكلمت قبل كده في برنامج برضه عن موضوع التسول، وقلت ان التسول ده اصبح مهنه، ما بقاش فكنا كان معايا ضيفه واختلفنا على ان انا اللي بديه دوت يعتبر برضه انت بتدي زكاه او بتدي صدقه. فهي قالت لا مش صدقه، لا دي صدقه، انا لما اطلع حاجه من جيبي او من شنطتي انا بديها، فانا بديها كصدقه. فما الصدقه انا عارفه الاماكن او الاسر اللي انا عارفاها ان دول محتاجين، واكيد كلنا عارفين في جنبينا، في من قرايبنا، في اصدقائنا عارفين، فاكيد عارفين الاسر اللي هي محتاجه فعلا. فلما احب اطلع زكاه مال او لما احب اطلع حاجه، فيا ريت ان احنا نطلعها للاسر اللي فعلا محتاجه، اللي معروف ان دي اسره محتاجه، لان في اسر محتاجه كتيره جدا. ومش عايزه اقول لحضرتك ان هم معدومين. أيوة. معدومين. ومحدش شايفهم. فهم دول فعلا اللي محتاجين الصدقه، او صح. محتاجين ان انا مش ان انا امشي بعربيه، معلش انا بشوف كتير جدا كده راكب عربيه هو والمدام معاه وشنط ويمشي، طول ما هو ماشي اللي قاعد على الرصيف يدي شنطه ويدي فلوس، لا ده غلط. انت كده بتساعد على التسول. وحته تانية كمان، هو مش بس غلط، ده فيها زي جرح برضو، يعني احساس. ما هو جرح واحساس لمين؟ احساس مش حلو. لا لمين؟ لمين؟ ما هو برضو العطاء لازم يبقى بشكل معين. ما انا هقول لحضرتك، ما هو اللي بياخد مش محتاج، ده متسول لاهداف، متسول لان دي مهنته. مهنه التسول. الشكل دكتوره سهام صعب جدا، ولازم يبقى فيه توعيه. أكيد. أكيد. لكل بيوتنا ولكل الناس، ان يا جماعه اللي في الشارع دول يعني ما يستحقوش، وفي ناس عندهم عفه وعندهم طبعا حياء واكثر احتياجا عشان يقدروا يربوا اولادهم. في اسر، في دور ايتام يعني. انا معلش انا اسفه لما بلاقي اعضاء مجلس الشعب او بلاقي ناس حضرتك عارفاهم لما بيحبوا يطلعوا، ابص الاقيهم بيفرقوا في الشارع. طب انت بتفرق في الشارع ليه؟ طب ما انت عندك الحي بتاعك، عندك المنطقه بتاعتك، وعارفين اكيد الاسر المحتاجه. طب ما تروح لكل اسره واديها في بيتها، روح لكل اسره لان دي مسؤوليتك انت، روح لكل اسره وشوف هي محتاجه ايه وكفيها. أيوة. الموضوع مش موضوع ان انا امشي في الشارع او ان انا اقف بعربيه في الشارع وافرق على الناس في الشارع. ده مش زكاة. لا ده شو أبداً. انا كده ده يعني ده بزعل جدا جدا لما بلاقي الناس دي. انا بشوف ان العطاء لازم يبقى برقي، اكيد طبعا، بصرف النظر اللي قدامي بقى يستحق او لا يستحق، دي عند ربنا، بس أكيد. لازم يبقى برقي. اصل حضرتك وده اساس ديننا طبعا، اساس ديننا الرقي. أكيد. فاحنا اللي احنا بنعمله والشكل العام اللي بنشوفه لما نلاقي ناس بتجري ورا عربيه طبعا. ده شكل يعني حاجه يعني مش حضاريه ابدا طبعا. ولا فيها رقي، ولا ده تعليم رسولنا الكريم ابدا طبعا. ابدا يعني هو الموضوع مش موضوع ان انا عايزه ادي، فانا لما هدي مين اللي هيديني اللي انا اديته؟ مين اللي هيحاسبني على اللي انا اديته ايه؟ مين؟ رب العالمين. رب العالمين. يبقى مين اللي شايفني؟ ربنا. بس انا مش محتاج ان انا اصور، او مش محتاج ان انا عشان بدي ناس غلابه او بدي ناس محتاجين، مش محتاج ان انا اصورهم واقول ان انا بدي. يعني انا اعترضت كتير في الموضوع كل دوت. كل انسان بياخد الأجر بالغرض اللي هو بيعمله، اللي هو بيجري وراه. فإذا لو هو أراد الدنيا فأخذ الدنيا. أكيد. فلو أراد الآخرة أخذ الآخرة. أنا كنت اتكلمت قبل كده إن على موضوع التكافل. تكافل. وقلت إن التكافل ده فكرة حلوة جدا جدا لكل عمارة ولكل شارع طبعا. ولكل منطقة، إن الفكرة كلها إن مجموعة من الستات أو الرجالة بيجمعوا كل الحاجات الزيادة في البيوت، من ملابس، من أطعمة، من
لعب أطفال حتى قديمة موجودة عندهم، وبيبدأوا يعيدوا تأهيلها تاني من أول وجديد، وبيعملوا زي معرض صغير بيبقوا عارفين بقى مين العائلات اللي يقوموا في المنطقة محتاجين، وبيبيعوها بأسعار رمزية. والهدف من ده برضو إسعاد الإنسان المحتاج، إنه بيشتري مش بياخد يعني احساسه بانه هو معاه وبيشتري بالزبط. دي الفرحه نفسها، الاحساس نفسه انه بيشتري حاجه اي نعم قيمتها مثلا ممكن تبقى 200 300 جنيه ويشتريها ب5 جنيه. الاكل اللي هو محتاجه بينقيه بايده وبياخده. وفكره بسيطه جدا اللي بيدوروا على السعاده بقى، يعني الناس اللي بتدور على السعاده طبعا وتقول انا فقدت السعاده، السعاده انك تجبر خاطر والله الإنسان. السعاده موجوده وفي كل مكان، هم اللي مش عارفين يشوفوها ولا يدوروا عليها. والخير اللي انت عايزه توديه في اماكن كتيره جدا، في حضرتك دور ايتام، في دار مسنين، في ناس محتاجه. انت دور الايتام دوت لو انت لميت كل اللي انت مش محتاجه او اصحابك مش محتاجينه او قرايبك مش محتاجينه، وعملت اعاده التاهيل ورحت لدور الايتام، دول محتاجين اكتر. يعني الاطفال دولت اللي بدون ام وبدون اب، ويعني عايشين حياه يعني بتضايق جدا لما بلاقي ناس بتتعامل معاهم معامله مش كويسه. دول محتاجين اكتر، ما موجودين وعناوينهم موجوده. لو انا عايزه اروح اي دار ايتام هجيب من على النت دار ايتام واعرف عنوانها ايه وهروح. فهم مش واخدين انا في ناس كتيره جدا واخدين موضوع الصدقه او موضوع ان انا بطلع زكاه رمضان دوت للناس اللي في الشارع، امشي افرق بالعربيه، اقف واجيبهم متجمعين وازل فيهم طول النهار عشان ياخدوا كرتونه ولا عشان ياخدوا شنطه. لا، منظر بقى بشع بجد. انا يعني انا بشوف ان احنا بقت سلوكيات مش كويسه بنشوفها كتيره جدا. ديننا ورسولنا الكريم معلمنا الرقي واحترام الغير حتى لو كان في اخراج الصدقه او الزكاه. يعني يمكن تكون رسالة النهاردة من خلال ساعة مع نبال للناس اللي بيشاهدونا، إن التسول اللي في الشارع والناس اللي ماشية تلم كده، يعني أنا بقول إن في أسر محتاجة الموضوع طبعا. محتاج شوية بحث مننا. كل شارع كل منطقة بنبقى عارفين بعض وعارفين الناس اللي حوالينا وعارفين الناس اللي محتاجين، ازاي ان احنا نساعدهم من غير ما نجرحهم طبعا. من غير ما نقلل منهم. وفكرة التكافل دي برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا. يعني احنا فكرة ان حد يقف يشتري الفستان ده بنفسه ويشتري اللعبة، الولد ينقي اللعبة اللي هو عايزها ويدفع مبلغ، حاسس انها طبعا مش جايله كده نفسيا. بتخليه ان هو ده انا اشتريتها انا اشتريتها كمان. وياخدوا الفلوس دي ويبداوا يعملوا بيها اطعام ويبداوا يعملوا بيها حاجات تانية. يعني شوفي حضرتك بيدوروها ازاي. يعني احنا فينا خير، هي الخير موجود والفكرة موجودة، بس للاسف هي انطباعات وهم يعني بيبقوا ماشيين فيها ما بيجددوش. هي الزكاة بيطلعوها في الشارع، بيطلعوها للمتسول في الشارع، فما بيبقاش في تجديد لان اماكن الزكاة كتيره جدا. انت لو عايز تطلع زكاة ما انت عارف الاماكن وعارف الاسر والاسر معروفه. فياريت يعني ياريت ان كل واحد عارف اسره فقيره يتكفلها، مش لازم في شهر رمضان، على طول المفروض تبقى على طول. اكيد. طب بقى بتشوفي حضرتك المسلسلات والحاجات؟ لا انا في رمضان على فكره ما بتفرجش على المسلسلات. انا معاكي والله انا معاكي، لكن بتشوفي اللي بيحصل ده بتشوفيه ازاي؟ مهزله. بحس ان المسلسلات دلوقتي بقت تجاره، ما بقتش تعليم ولا هدف ولا اي حاجه، بقت فشل. زمان كنا بنتعلم من المسلسلات، حتى الاطفال بيجوا طمطم والفوازير وسمير غانم والفوازير كانت بتيجي هادفه للاطفال. كنت بص تلاقي الطفل بيشوف البرنامج او بيشوف الفزوره، تاني يوم الصبح تلاقيه بيلعب بنفس الصوره اللي شافها. ايوه، واخده بال حضرتك؟ او بيقول اللي هو شافه او بيتعلم من اللي هو شافه. دلوقتي انا لما بتفرج على مسلسل او بتفرج على برنامج اطفال انا ببقى في ذهول، ان ايه المسلسل ده؟ ده مسلسلات بيقول ايه؟ ما بيقولش إيه؟ حاجه، ده هو بيعلم بلطجه يعني، بيعلم اسلوب مش كويس، بتبقى قاعده مستفزه من المنظر اللي احنا حتى الاشكال اللي بنشوفها في المسلسلات لا تليق بشهر رمضان نهائي.
وبلاحظ ان في شهر رمضان المسلسلات بتزيد. طب تقولي بتكتر. ايه تقولي ايه بقى للناس الهديه اللي عندهم دلوقتي وجود شهر رمضان في بيوتنا، تقولي لهم ايه؟ تقولي لهم ناجل شويه المسلسلات ونقدر ان احنا نتفرج بعد انت مش هتقدري بعد رمضان يعني عشان ما يروحش الهديه ما نرفضهاش. ما هي يعني الهديه من رب العالمين المفروض ان انا من نفسي لا انا ولا يعني احنا بنقول رساله بس المفروض ان هو البني ادم من نفسه شايف ان شهر رمضان ده شهر كريم. انت هتاخدها مسلسلات زي التليفون، قعدت على النت، قعدت على الفيس، اليوم طار خلصت، لا هصلي ولا هشوف اموري ولا هشوف اي حاجه في حياتي. التلفزيون نفس الشيء، هتتفرج على التلفزيون ولادك هيشوفوك انت بتعمل ايه، هيفضلوا طول النهار قاعدين يتفرجوا على المسلسلات، قاعدين طول النهار يتفرجوا، فمش هيبقى في ترابط في الشهر الكريم، هيعدي علينا زي اي شهر ما بيعدي، فمش هنستفاد منه ولا هنفيد ولادنا منه. لا زي اي شهر هيعدي والله، لو انا خدت الشهر بنفس الشكل كده مش هنحس بيه. كل الحاج اللي على رفوف السوبر ماركت مش هيعدي، ده احنا هنطلع بقى عايزين دايت وعايزين رياضه ده حقيقي حقيقي. بس فهي الفكره كلها بتنشا في البيت. أيوة. في الاسره نفسها انا بشوف ان الام والاب لهم دور قوي جدا، فانا برشد اولادي على الخير، برشد صح. اولادي على ان الشهر ده شهر كريم صح. برشد اولادي على ان الشهر ده شهر المسلسلات وشهر الاكل وشهر الفسح وشهر السهر وشهر السهر، خلاص شكرا. هو ده اولادي هيتربوا على كده، هيناموا طول النهار وهيسهروا طول الليل، مش هيبقى فيه لا عباده ولا شهر رمضان، ولا هيحسوا اصلا بان بالعباده والروحانيات اللي بتبقى في شهر رمضان، مش هيبقى حاسينها. لكن لو تدينا كده روشتة صغيرة ازاي اعمل تغذية لروحي في شهر رمضان بالقرآن. شهر رمضان وغير شهر رمضان لان شهر رمضان انت ده بيزيد فيه اكتر، والذكر ان انا يعني بيبقى فيها روحانيات، وان انا في البيت بيبقى فيه هدوء نفسي وهدوء عقلي، وان انا بشوف ولادي وحفزهم واجمعهم. التجمع الاسري دي على فكره بيحفز الصحه طبعاً. النفسيه طبعاً. يبقى في تجمع اسري ويبقى في ترابط بيننا وبين الاسره وبعضيها، او العزومات نفسها ده بيبقى ترابط اسري برضو. وخلي بال حضرتك ان اللمه اللي بتحصل وجود الاب والام واللمه اللي بتحصل طبعاً. على مائده رمضان دي كل يوم بتعمل نوع برضو من البهجة تجديد. حتى لو كانت وقت قصير، يعني مجرد انه بيفطروا بتاع كل واحد بيبدأ يتحرك بقى في اتجاهه، بس بتعمل نوع من البهجة بسعادة. يعني انا عايزة اقول للناس اللي بتقول انا مش حاسس بسعادة في شهر رمضان، لا هو المقولة دي كترت قوي دي غير السنة. يا جماعة احنا اللي بنعمل ده بإيدينا، احنا اللي بنخلق السعادة. عمر الدنيا ما كانت راحة، عمر الدنيا ما كان كل حاجة في متناول إيدين طبعاً الإنسان. عايشين في ابتلاءات وأزمات وهنفضل كده لأن الراحة في الجنة أكيد. فلو إحنا استوعبنا ده إحنا اللي هنخلق سعادتنا بإيدينا. مش يعني الكلمة دي وحشة قوي، وكأننا بنعترض على كل اللي ربنا بيديهولنا لما نقول احنا مش سعداء، احنا مش حاسين مش الاجواء مش حاسين بيها. ليه؟ اخلق الاجواء بنفسك واعمل فرحه رمضان واسعد اولادك. مش شرط ان الاكل يبقى شيء وشويات، مش شرط ان كل حاجه تبقى موجوده في البيت، بدليل ان معظم الناس اللي متوفر لها كل سبل الراحه بتقول نفس الكلام طبعا. فلو كان هو بيبقى عامل نفسي انا بهيئ نفسي باللي انا حاسه بيه بالظبط، مش بحاول ان انا يعني انا حاسه بان في مشاكل جوايا وفي ضغوط وفي الظروف اللي احنا عايشين فيها، ف بتقوقع جواها وبالتالي بنشر بقى الطاقه السلبيه ان انا لا مش حاسه باجواء رمضان، ان انا مش سعيده، ان لا شهر رمضان السنه دي مش زي كل سنه. لا هو كل سنه هو احنا اللي مش مستعدين، واحنا اللي نفسيتنا مش مظبوطه، واحنا اللي ناشرين السلبيات اللي مخليانا مش حاسين بطعم شهر رمضان. واعتدنا على الشكوى المستمرة، وبدليل ان انا بقول ان معظم الناس المقتدرين هم اللي بيقولوا الكلمة دي
يعني دايما نقول ان مش حاسين مش عارفه عشان احنا ما عندناش ما عندناش محتاجين لا ده بيوت كتيره جدا واعرفها يعني وشايفاهم قدامي بيقولوا منهم الكلمه دي نسمع كلمه احنا مش حاسين بالبهجه احنا طب انا بقول لحضرتك بيبقى عامل نفسي هم بالاجواء اللي حصلت في الـ في الـ في الـ الشهور اللي فاتت ديت وبيبقى في مشاكل فده كله ضاغط عليهم فبيطلعوا بقى يقول لك لا احنا مش حاسس انا حصلت لي كذا حاجه فمخلياني مش سعيد الشهر السنه دي مش حاسه بفرحته فقط حد معين بيبقى في حد مريض فظهرت كده من ما احنا الاجواء احنا الدكتوره سهام بنقول اهوت بنقول الا بذكر الله تطمئن القلوب طبعا الذكر الكتير والتسبيح الكتير والخلوه مع رب العالمين ومش شرط تكون اوقات كتيره اكيد لو نص ساعه قبل صلاه الفجر ممكن يشيل دي كفيلة من على طبعا قلبك كفيله كل الالام كل الهموم والغصه وكل الهموم اللي موجوده أكيد. وممكن غيرك يقعد ساعات وساعات ولا يحسش باي حاجه ما يحسش ازاي فكره استحضار القلب استحضار الروح في الذكر وفي الصلاه وفي العباده التهيؤ مهما بالظبط مهما كان الوقت بهيئ نفسي لحاجه معينه ولي. فالحاجه دي هي اللي هتسعدني فبالتالي هعملها وانا سعيده هتقدر تعمل تاهيل انا نفس بقول طبعا. يا جماعه احنا محتاجين تاهيل نفس. والتاهيل ده الفرصه موجوده دلوقتي في الشهر الكريم ده في حاجات كتير احنا كنا زمان جدتي وهي واقفه تعمل الرز بلبن بتقعد تسبح عشان كده كنا دايما نقول هو ليه الحاجه عندك طعم طعمها حلو وريحتها حلوه تاني وريحتها حلوه ده اكيد الذكر اللي ما بيتقطعش من ايديها يعني السبحه في ايديها والذكر على لسانها والسبحه ما بتتشالش من ايديها وهي واقفه تظبط الحاجات وتنظم الاكل وتحط لنا وتاكلنا وتشربنا عشان كده كل حاجه انا بقول لك لو انا نفسيا مهيئه ومرتاحه وحاسه بالاجواء وحاسه بالروحانيات اللي حواليا فاكيد ده كله هيعم على الاسره كلها وهتبص تلاقي كل الاسره بتعمل زي انا ما بعمل او هتبقى مبسوطه او انا هتبقى سعيده انما ما اجيش انا طول النهار نايم او طول النهار مش اكتئاب تعبان ومكتئب ومش قادر فكل ده بيعم على الاسره كلها فبالتالي مش هيبقى فيه روحانيات ولا هيبقى فيه رمضان بالاطباق برضو بتاعتنا دكتوره سهام ناسيه يعني الطبق اللي رايح فيه حاجه حلوه وراجع بحاجه حلوه لا بص اقول لك حاجه ده كان زمان بقى زمان في بيوتنا القديمه كنت تلاقي شهر رمضان ده كان حاجه غريبه انا مش شايفه ده خالص دلوقتي كان كل اللي عامل اكله معينه سواء حلويات سواء محشي سواء الاكل لازم بقى المعروف لازم ده كنت تلاقي البيت كله متبادل الاطباق أيوة يعني كان طبعا. ممكن تلاقي البيت كله نفس الاكل اللي موجود على الطبليه بقى مش على أيوة. السفره أيوة على الطبليه كان الكل بياكل من نفس الاكل يخلص الحلويات اللي عامل حاجه حلوه اللي عامل رز بلبن اللي عامل قطايف كان كل ده تبادل في الاكل دلوقتي مش عارفه انا مش حاسه بالاجواء دي خالص دلوقتي الجيران متهيالي ما بيشوفوش بعض غير على السلم بعد. او في متقابلين وخلاص شكرا ما بقاش في حته حتى كل سنه وانت طيب ان انا اخبط زي زمان واقول كل سنه وانتم طيبين أيوة. ما بقاش موجوده غير لو شفنا بعض بالصدفه او على الفيس او لو أيوة. نزلنا بوست معايده ممكن نرد على بعض ما بقاش في الارتباط بين الاصدقاء وبعض زي زمان يعني الانفتاح اللي حصل دوت لغى حاجات كتيره جدا من حياتنا لغى حاجات كتيره جداً ولا جداً. احنا الايمان قل في قلوبنا شويه ما هو اصل انا بفرق بين الطقوس في العبادة وبين الإحساس بالإيمان نفسه وبحلاوته يعني فأنا بشوف إن الناس اللي قدروا يعني يخلوا قلبهم دايما عمران بالإيمان وبذكر الله شايفين الدنيا بشكل مختلف أكيد. وعندهم بركة غريبة وعندهم بركة أكيد. في كل حاجة على وما فكرة. يقولوا يعني في ناس يقولوا إيه لا اللي أنت بتقوليه ده ما عادش موجود وكلام لا هو موجود بس إحنا ما بقيناش نبص عليه ما بقيناش نبص عليه إلا الوحش أيوة. يعني إحنا ما بنشوفش إلا الوحش دي حقيقة. حتى في مواقع التواصل الاجتماعي احنا ما بنشوفش الا الوحش ما بنشيرش الا الوحش ده اكيد
يعني لو طالع حد بيقول كلمة ليها معنى وليها مغزى ما بنهتمش بيها، بنقراها ونعديها، يمكن حتى ممكن نكسل نعمل لايك. ده حقيقي يعني، متخيلة؟ ولما يبقى فيها حاجة فيها فضيحة وفيها كذا، كل بيشير وكل بيعجب وكل بيعلق. والغريب في الأمر إنهم بينتقدوا، يعني تلاقي إيه، هو عمل شير للفيديو أو للبوست، وبعد كده كاتب تحت إيه، إحنا في نهاية الزمان، إحنا مش التناقض ده، إيه التناقض ده؟ يعني أنا عايزة أقول إن إحنا عملنا فصل بين العبادات وبين الاستشعار بيها، عملنا فصل. أكيد. يعني احنا بقينا عاملين بنأدي الحاجة كده، انا بصلي 5 فروض، انا بصلي التراويح، المطلوب مني بعمله، ما بعملش زيادة، لكن مش بوصل بالطقوس بتاعتي او بعباداتي دي للروحانيات، لتغذية الروح، ان انا اقدر ابقى مسلم في كل خطوة، في كل تصرف، في كل فعل بعمله مع الآخرين، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا عايزة أقول إن تغذية الروح دي مهمة جدا جدا، وإزاي إن الشهر ده نقدر نخرج بالشكل ده، تسامح، حب، الحب، عطاء، أكيد، الإحساس بالغير، جبر الخاطر، إزاي نحس بالناس اللي حوالينا من غير ما يتكلموا ولا يشتكوا أو يطلبوا بالفعل. كل دي جاية من الإيمان يا دكتورة سهام، ولا أنت مش معايا؟ لا أكيد طبعا جاية من الإيمان، وجاية باعتقاد إن أنا هعمل الشيء ده فهعمله. المشكلة دلوقتي إن الناس ما بقتش في قوة إيمانها، قل. أيوة. ما بقتش زي الاول. حتى بين الاصحاب وبعضيها، كان الاول ياخدوا ميعاد معين ويرنوا لصلاه الفجر، وكانوا متحمسين قوي فيها وأولها ويرنوا لبعض. دلوقتي الموضوع ده قل، ما بقاش موجود. ايوه، ان انا اذكر حد ان احنا نلم بعضينا وننزل نصلي صلاه التراويح، او ان احنا نلم بعضينا ونروح جلسه. كنت زمان من كام سنه كنا بنروح في المسجد عشان نتعلم نطق القران، ازاي ننطق القران، ازاي ان احنا ننطقه، ازاي نتعلمه. دلوقتي ما بقاش حتى في المساجد، ما بقاش يقوموها، ممنوع، منعوها. فانت بتبصي بتلاقي الاجواء اللي حوالينا، لو احنا مشينا وسيرناها خلاص مش هيبقى في عندنا ايمان، مش هنفكر ان احنا نمسك المصحف. فلازم كل واحد مع نفسه، هو عارف بيقيم نفسه ازاي، وعارف نفسه ايه الصح وايه الغلط. فلازم انا من نفسي انا اللي اعمل، ما استناش ان حد ينبهني ان انا مرحلة، لان لو استنيت بتبقى اولها في الفتره، في كل حاجه في اولها بتبقى متحفزه ليها وبتعمليها لو انت مع جماعه، وبعد كده لو حد قل حماسه او حد قل يعني المرحله اللي كان فيها، فالكل بيقل معاه. فلا، لازم انا من نفسي لو اعمل. قدرنا لو قدرنا دكتوره سهام ان احنا نوصل لحاله تغذيه الروح والايمان الحقيقي في قلوبنا، والتدين اللي بالأفعال مش بالأقوال، أعتقد أن إحنا كل حاجة في حياتنا هتختلف. أكيد طبعا. احترامنا للناس اللي حوالينا، احترامنا للاختلاف الفكر والعقائد اللي موجودة، احترامنا في الشارع للشخص اللي ماشي جنبينا. مش يعني من الحاجات السلوكيات الغريبة جدا، تلاقيه راكب الموتوسيكل، مش كمان عربية يعني، وفاتح أغاني شعبية وعامل إزعاج لكل الناس، وبعدين ساعة الفرد يروح يصلي. بص، هو احنا لو التزمنا بالقرآن، القرآن ده علمنا كل حاجة في الدنيا. لو حبيت تعرفي سؤال وليه جواب في القرآن. أيوة. لو احنا التزمنا بالقرآن والتزمنا بأن احنا يبقى متواصلين، المصحف ده يبقى متواصل معنا في البيت، صدقيني لو أي حاجة تعباكي في حياتك، لو أي مشكلة انت فيها والتزمت بالقرآن، هتلاقي حلها في القرآن، وهتلاقي دايما عندك صبر. أكيد طبعا. وهدوء، وعندك فرصة انك تفكري، وهتلاقي كل اليسر جاي لك،
من كتر ما من عند ربنا بقى. طبعا بالظبط، يعني كتير بيفتكروا ان الكلام اللي احنا بنقوله مسكنات، لكن هي مش مسكنات. اسال انسان حصل له ابتلاء واستخدم يعني اتجه لاتجاه رب العالمين في الذكر والعبادات والروحانيات، وشوف قدر انه يتغلب على الازمه اللي هو فيها ازاي. يعني خدوا حتى ده الشاهد من الناس اللي مروا بده، يعني مش مجرد انه كلام ولا مسكنات. احنا بنطلع نقوله ما فيش حد ما مرش باي ظروف وحشه، ما فيش حد ما مرش بفقد حد. فبتبقى هو بيقول لك ايه ساعتها، البني ادم بيفتكر ربنا وبيتقرب وبيتعبد، وفترة معينة لو هو ضعيف بيرجع تاني، بيرجع ما بيستمرش. لو هو قوي وإيمانه بربنا قوي وهو عارف هو بيعمل إيه، وإن اللي أنا بعمله دوت هو ده اللي هينجيني في الآخرة مش في الدنيا، صدقيني هيستمر وهيبقى كويس وهيعلم ولاده كده. إنما هي المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة في إن أنا باخد وقت معين لما أكون أنا عايز أبقى كده بعمله، وبعد كده خلاص شكراً. العبادات والصلاة بتبقى في وقت معين لو أنا محتاجة أو أن أنا تعبانة نفسيا أو في حاجة أذتني في حياتي، فبتجه للصلاة وبتجه للعبادات. مجرد ما الحمد لله الحالة اللي أنا فيها دي راحت أو المشكلة اللي أنا فيها دي تلاشت، بتبص تلاقي سبحان الله، يعني أنا بشوف كده كتير، بتبص تلاقي خلاص شكرا، لا بيصلي ولا بيتعبد ولا كأن ما فيش حاجة حصلت. ما هو فدي بتبقى مشكلة في البني آدم نفسه، في البني آدم نفسه، وضعف في النفس، ضعف في برضو إيمانه كمان، أكيد وضعف طبعا في إيمانه، ما عندوش قوة إنه هو يستمر في اللي هو فيه. وفي برضو بعض الحاجات اللي المفروض يبقى عندنا وعي فيها، يعني بنشوف كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات والحاجات اللي موجوده، يقول لك اقرا السوره الفلانيه يجي لك المال الرزق والرزق وكذا. عشان كذا ده حقيقي. هو مش الفكره سوره، اي سوره لو قريتها بروحانيات معينه بصدق بينك وبين ربنا، بالظبط صدق ويقين ان ربنا قادر على اي شيء، حتى لو بالله. ايه واحده طبعا هيجي لك منها الفرج طبعا. لكن لو انت بتقرا كانك حاجه بتجربها، يعني عمال تقراها بس عشان تحقق لك الشيء اللي انت عايزه، ويقول ايه طب ما انا بعملها وما حصليش حاجه، لانك ما عملتهاش بيقين ما عملتهاش بصدق. صح. ما عملتهاش في لحظه يعني طالعه من قلبك. هي المشكله، هقول لك حاجه، المشكله دلوقتي ان فكر الناس وطبع الناس وحتى نفسيتهم مع بعض اختلفت جامد. اختلفت في ايه؟ في ان انا لما عاوز اعمل حاجه لازم الدنيا كلها تعرف انا بعمل ايه. بالظبط. لو انا بعمل زكاه، بدي لليتامى، بدي لاي حد محتاج، فانا ما مش داعي ان انا اقول للناس كلها انا بعمل ايه. ده الناس بيعملوها للدنيا دكتوره سيدي. لا انا بقى لما باجي اعمل حاجه، واعترضت كتير جدا في احاديث مع اصدقاء ليا، ان انا بقول لي طب انت بتعملي، لان في المؤسسه عندي انت بتعملي مش بتصوري ليه وتقولي ان انا بعمل. اقول لهم لا انا ما اصور ليه، انا بدي وبعمل، بس انا مش بعمل للناس عشان اعمل شو. لا اعملي عشان لو حد عايز يساعد، لو حد بيشوفك بتعملي يعمل زيك. لا انا اللي عايز يعمل هيعمل، واللي عايز يساعد عارف الاماكن اللي بيساعد فيها وعارف الناس اللي بيساعدهم، فما فيش داعي ان انا اجيب حد محتاج وانا بديله اصوره او ان انا بديله اذله ان انا بتكلم في موضوع الرقي حتى في العطاء. يعني يعني انت حتى وانت بتدي ازاي يكون في رقي يا جماعه؟ تعليم رسولنا الكريم. يعني انا عايزه اقول ان احنا علينا دور كبير قوي يا دكتوره سهام. الوعي أكيد. والله العظيم ما اقول لك حاجه، انا جاني بيجيني اسر عندي في المؤسسه، يعني مش عايزه اقول لك بيسالوني الاول، يعني بيجوني يعني بيبقوا جاييني تصورونا ولا لا، بيبقوا خايفين. والله العظيم والله زي ما بقول لك كده، او انتوا هتصورونا؟ فتخيلي بقى انت الكلمه دي لما حد يقولها لك وانت جايه بتدي له حاجه، فتخيلي انت الشعور ايه، شعورهم هم ايه وهم بيسالوا السؤال ده. الرقي الرقي هم بقى اتاذوا كتير. الناس دي اتاذت كتير واتاذت من ناس معروفه، فبقوا خايفين. يعني انتوا بتصورونا؟ يعني انتوا بتدونا حاجه بتصورونا؟ فالكلمه دي بجد يعني انا نفسيا تعبت. فمن من ساعتها انا اي حد بيجي ياخد حاجه
او بندي لاي حد حاجه استحاله ان انا اصوره، استحاله ان انا اقول ان انا بدي. ويا دكتوره سهام، في برضو ناس ليهم ولاد وليهم طبعا احفاد طبعا، وبرضو حاجه بتقل يعني، هم بيبقوا بينهم بين نفسهم، مش بتقلل منهم ولا شيء، بس برضو بتحسسهم الحوجه وحشه، مش دايما كانت يعني الحوجه وحشه يعني. الصحابه زمان لما كانوا بيدوا كانوا بيسيبوا على الباب ايوه ويخبطوا ويمشوا، ما كانش في حد بيدي ويقول انا بدي، لا ما كانوش بيعرفوا حد احنا مين ولا بندي ايه. ايوه ده ما دلوقتي لا، انا ظاهره بقت منتشره وبقت ظاهره مش كويسه، او اللي بيعمل أوي. حاجه قوي واخده بال حضرتك، طب انت ليه، طب ما انت عارف الناس اللي بتديها وعارف لا. وفكره ان رمضان يتحول لتسول يعني 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 مش شيء، مش ده رمضان، لا هي الظاهرة يعني مش ده رمضان. والموضوع كتر بشكل كبير قوي، ولازم احنا كلنا نتكاتف ان احنا نوقف ده. مفيش حاجة هتتغير الا لو حصل تعاون بيننا وبين بعض. الانسان المحتاج محتاج رقي في التعامل في العطاء، علشان ما نجرحوش ولا نأذيه نفسيا. انت معاك شنط او معاك حاجة في شنطتك وعايز تخلصها او عايز تخلص منها، بس مش بالطريقة دي. مش هتمشي في الشارع وطول ما انت ماشي هتدي، انت ايش عرفك ان ده محتاج؟ ما يمكن اللي موجود في الشارع وقاعد وبيتصنع التسول، ما هو مش محتاج، هو مش محتاج، هو مش محتاج. وفي الاخر هتبص تلاقيه والله بيبص تلاقيهم في الاخر لمين كتير وماشيين. أيوة. اللي محتاج بقى في بيته قاعد بقى ما يطلع ويقول بالظبط انا محتاج. هو هي دي النقطه اللي انا بقى بقصدها، الناس تشوفه بقصدها. والناس تحس بيه وتروح له. عشان كده دكتوره سهام اتكلمت من البدايه على فكره التكافل، أكيد. ازاي ان احنا نقدر كل مجموعه في كل حي ان هم يعملوا زي مؤسسه مصغره منهم حقيقي. مش مؤسسات يعني، أكيد. هي لا حاجه في الشارع بيبقوا عارفين البيت ده فيه كذا والبيت ده فيه كذا، نشوف الأسر اللي محتاجة وبالتالي هنساعدهم. وده هيعمل نوع من الـ يعني التعاون، وإن ما يحصلش الأمراض النفسية اللي بتظهر في المجتمع. ما هو برضو حتة عدم جبر خاطر اللي قدامك، إنك تدي بإذلال، كل ده بيربي ناس نفسيا غير سوية. طبعا صح ولا ايه؟ صح اكيد. يعني دكتورة سهام انا بشكرك جدا، وبشكر وجودك معنا حقيقي. كنت حاسة ان احنا قاعدين اصدقاء مع بعض بنتكلم. وكل سنة وحضرتك طيبة. طيبة وبخير يا رب، وينعاد عليكي وعلى أسرة البرنامج كلهم بالخير والبركات يا رب. شكرا لحضرتك. في نهاية ساعة مع نبال، رمضان زمان ما اختلفش عن رمضان دلوقتي. كل الاختلاف حصل لينا احنا، لفكرنا، لفرحتنا، لاستقبالنا ليه ازاي. عايز تكمل الحياة وانت قادر تقف على رجليك وتصلب ظهرك وتشيل الهموم اللي على كتافك، وتدخل الفرحة والراحة في قلبك. خد الهدية اللي ربنا بعتها لك، خد المنحة، اعمل تأهيل جديد للنفس والروح والجسد. تأهيل رباني، نور من رب العالمين. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم.